أهلا وسهلا ومرحبا. في هذا الفيديو سوف نحاول أن نعالج أمرين. الأمر الأول مشكل اللغة، سوف نحاول أن نتحدث اللغة العربية إلى حد ما سليمة من أجل الاستفادة العامة. المشكل الثاني هو المشكل التربوي الأساسي الذي يعاني منه جميع الأطفال. الهاتف الهاتف الهاتف، أرجوكم أرجوكم أيها الآباء أيتها الأمهات، إن الأطفال يدمرون الآن. نلاحظ تدمير شامل لجميع الأطفال ربما بدون استثناء من سن الخامسة فما فوق، ربما أقل من الخامسة. كل الأطفال يحبون الهاتف وكل الآباء والأمهات يعطون الهاتف، وهذه معادلة ميسرة لجميع أنواع الدمار. لماذا نقول لقد دمرونا المؤامرات، لقد دمرونا المؤامرات، من سوف يتآمر علينا؟ لا أحد، نحن نتآمر على أنفسنا وهم ينظرون إلينا ويقولون حسنا فعلتم. فقط اخترعوا الهاتف ونظروا عندنا وأعطوه لنا، أخذنا الهاتف وهم أخذوا الكتب. طبعا أخذوا الهاتف، طبعا أخذوا الهاتف، أخذوا الكتب، أخذوا المعرفة وكل شيء. وفي آخر المطاف نقول لماذا نحن ضعفاء، لأن لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟ طبعا تغيرنا سوف يتقدم وسوف يمضي قدما نحو تقدم أكبر وأكبر، ونحن ربما إذا بقينا هكذا سوف نتخلف أكثر وأكثر وأكثر. هناك تعليم منذ 100 سنة، تعليم يوجد في جميع الدول العربية ونتأخر. هناك تعليم ونتأخر، كل سنة هناك دخول مدرسي ونتأخر، تعليم أنا مشكل. إذا كان مشكل في التعليم، هناك تعليم، هناك مؤسسات تربوية تعليمية في جميع الدول العربية، وضمن جميع الدول العربية متخلفة بالمقارنة مع الدول التي ليست عربية. لماذا؟ ماشي فقط بسبب الهاتف، لا، هذا هو فقط كنتيجة لصيرورة كبيرة معششة في ذهننا نحن الكبار. لماذا نعاتب الأطفال؟ نحن أسباب الإشكال. الإشكال الحقيقي يتمحور حولنا نحن الكبار. نحن أعطيناهم الهاتف، نحن قلنا لهم إن المعرفة غير مفيدة، المفيد هو المال. المال مفيد طبعا، ولكن هذا المال الذي عمد الغرب إلى جمعه، الغرب عنده مال كثير من خلال المعرفة، من خلال العلم، من خلال حرب النجوم، من خلال أيضا اللابوغاتوار، ما يسمى بالمختبرات العلمية. نحن فقط هذه المجموعة تراقب هذه المجموعة والمجموعة الأخرى تقول عن المجموعة، في حين أنه الغرب مستمر في اختراعاته الطبية، مستمر في إنجازاته العلمية، مستمر في كل شيء، ونحن نراقب ذلك. إذا لم نحل الإشكال عند الطفل الصغير وفي البيت، في الخلية الصغيرة المجتمع التي هي البيت، فقل على المجتمعات العربية كلها السلام. لماذا نقول لماذا تخلفنا لا يريد أن يشفى؟ لن يشفى أبدا إذا لم نشفي نحن الكبار وفي الخلية الصغرى التي هي المنزل. الطفل لا يحب المعرفة، والكبار أيضا لا نحب المعرفة، نكره الثقافة في أي جمع أسري أو عائلي، فقط الكلام مبتذل غبي متخلف، وأي فرد يتجرأ على قول كلمة تخاطب العقل الكل ينظر له باشمئزاز. ماذا تقول؟ لا نريد هذه الثقافة، إنها تغلغل على قلوبنا. لماذا لا نضحك فقط؟ ضحك على ماذا؟ نضحك على ماذا؟ وحتى وإن أردنا الضحك يمكن أن نضحك أيضا بثقافة، أيضا برقي، يمكن أن نضحك وأن نكون سعداء وأن نكون منتجين وأن نكون من خير الأمم، حقيقة من خير الأمم، ولكن دائما بهذا القلم. هذا القلم هذا هو مفتاح السحري للمستقبل وليس الهاتف. الهاتف أو الانترنت، شبكة الانترنت وما يسمى بالتقدم الإلكتروني شيء مهم وأساسي، ولكن هذا الغرب لم يمضي إلى الهاتف إلا بعد أن مضى عن فترة الكتب. أي شعب لا يحب الكتب لا يمكن له أبدا أن يعرف ما معنى الانترنت، ما معنى أي شيء عنده علاقة بالتقدم. فكنتيجة
لذلك أقول لكم أيها الآباء أيتها الأمهات، أرجوكم امنعوا الهاتف تماما عن الأطفال، امنعوا الهاتف تماما عن الأطفال خصوصا أقل من 5 سنوات 6 سنوات، حرام. إذا نقول أننا الشعوب تعرف الحرام والحلال فهذا هو الحرام، حرام هو أنك تعطي طفل صغير، وأنا رأيت أطفال عام وعامين وثلاث سنوات فقدتكم الفو ديجست كوم سا باردوني باسكو لا، على اعتبار أنني أستاذة فرنسية في بعض الأحيان لا أجد المصطلحات المناسبة إلا في لغة الآخر، ذلك الآخر الذي نكفره وهو متقدم ونحن متخلفون، لماذا؟ ف الله يجازيكم بخير. محاربة الهاتف هي من الضروريات الأساسية، لأنه إن شاء الله غدا سوف أسجل فيديو آخر دائما في نفس السيرورة التربوية، وهناك مفاجآت كثيرة وهناك خريطة طريق إن شاء الله، خريطة الطريق سوف تساعدنا. بالإضافة إلى ذلك سوف أسجل فيديو آخر قصير، هو بنفس السيرورة ولكن هو قصير فقط ربما خارج النطاق شيئا ما، سوف أتحدث عن حدث أليم في خلال هذا الأسبوع، لقد فقدنا للأسف ممثلة رائعة تعجبني، وعلى فكرة سوف أخصص أنسيكل ودورات كثيرة للفن العربي والثقافة العربية، وسوف أتحدث أولا لأنه هذا الحدث كان حدثا أليما، وهو وفاة الممثلة الرائعة دلال عبد العزيز بعد وفاة الزوج ديالها سمير غانم. سوف أسجل فيديو قصير على هذه الممثلة في انتظار أنني سوف أتحدث عن السينما العربية وتاريخ المسرح العربي وتاريخ المسرح العالمي. فإلى اللقاء، وأنتظر تعليقاتكم واستفساراتكم. إلى اللقاء.